تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز، وذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذي يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بسرعة المطلوبة لتمكينهم من تسجيل المقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات خاصة التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة. استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية. وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى، كما سيتم طرح وثيقة أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024-2030 التي استقبلها مجلس الأمناء كأولوية في الجلسات، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 115 على التوالي قصفها المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث شن الاحتلال سلسلة من الغارات استهدفت خان يونس في جنوب قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية على القطاع استهدفت منازل المواطنين وتعمدت التنكيل بالمدنيين من الأطفال والنساء، ما أدى إلى استشهاد 23 فلسطينيا وسط غزة، إضافة إلى معارك عنيفة في جنين. ودع منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جرت بينهما في ثمن نهائي، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.